اوكي سو ثبتنا الكاميرا الكياس هون وراي. اوكي اول شيء خلينا نبلش باللبس يلي اشتريته اللي هو من من اول محل رحت عليه بتتذكروا هذا اللي قلت لكم انا كنت متحمسه كتير انه فيه اشياء وهيك بس بعدين ما لقيت كتير اشياء وما عجبني كتير الملابس اللي فيه بس anyway جبت كم شغله يعني للعيد ولا امو يعني هيك للايام العاديه. اول شيء جبت هاد البليزر شوفوا وبيكون كات هاد بيلتبس معه اشياء يعني شيء اسود بودي اسود بنطلون اسود شال اسود وصاير من هون هيك حركته بعرف حسيته حيطلع حلو. فهاد اول شيء بليزر بلون بيجي يعني هي الدرجه انا درجه البيج هي بالذات كتير بحبها وبحسها يعني بتلبق لي. هي اول قطعه. اوكي القطعه اللي بعدها هو سيت كتير غريب لونه والقماش تبعه هيك بيلمع كانه كتير كتير حلو. طبعا هذا ما رح البسه بالعيد لانه حاسه انه السيت يعني للطلعات اكثر ما يكون لعيد يعني فهمتوا. فهذا ممكن اذا اكون رايحه مول او اي شيء البسه. شوفوا كمان لون بيج على بني وكتير عجبتني حركه الكمام شوفوا هيك فيها مثل هدول والقماشه كتير هيك بارده وهيك مطاطه كتير مطاطه. فهاد الجزء الفوق وهاد الجزء التحت يعني مثل الفوق نفس قماشة الفوق بالضبط شايفين بيصير هيك من فوق ضيق ومن تحت شوي عريض يعني كتير حلوة القصة تبعه كمان. سو كل الملابس اللي هون انا جربتهم بالمحل وطلعوا كتير حلوين يعني هاد حلو كتير طلع اللبس بس فيه مشكلة انه شوي شوي مفتوح من هون فلازم يعني البس شي تحته او يعني اسكره يعني من هون مشان ما يطلع منظره اوفر. فيس هاد الاوتفيت التاني على جنب. اللي بعده هاد البليزر اللي كتير حلو ما رح اقلكم انا اي لبسة مقررتها البسها للعيد تاني يوم سو بس رح فرجيكم شو اشتريت. سو اللي بعده هو هاد البليزر شوفوا هاد بليزر اورانج وفيه حركة عجبتني اللي هي هون صايرة هي وهاد بيجي معه حزام. اوكي سو هاد بيلتف هيك وينعمل كمان هيك مثل شدة جنب هاي الحركة فيطلع هون في حركة يعني عرفتوا وهون ما في شي فراغ يعني بس هون الحركة تبع البليزر فكتير عجبني لون البليزر هيك اورانج فاقع. شوفوا انا بحب الالوان النارية اللي هو اورانج البينك كل درجات البينك اي شي هيك وارم كولرز بحبهم ما بعرف ليش بس يعني هو كل انسان انه في الوان بتلبق لبشرته انا هي الالوان اللي بحسها بتلبق لي ما بعرف ليه فدايما بتقولوا لي ليش دايما تلبسي اورانج ليش دايما تلبسي بينك يعني غيري غيري يعني خلاص ملينا اي نو بس يعني كل شخص عنده الوان بتناسبه او هيك بتخلي وشه يكون نظر اكثر فانا بحب اجيب هي الالوان ما بحب اجيب الالوان اللي ما بتناسبني يعني شوفوا انا مثلا الوان البارده ما بحسها بتناسبني اللي هي الازرق درجات الازرق شو كمان غير الازرق شو عندنا بحس الاخضر كمان ما بيبقى لي كثير اي دونت نو فيس بحس الالوان الناريه احلى علي. جبت كمان لك افري داي لهيك الايام العاديه هذا القميص شوفوا كثير خفيف وقصته حلوه صاير من قدام هيك شوي قصير ومن ورا طويل وعندي بنطلون بالضبط نفس هذا اللون شوفوا هذا فمفكره البسه معه انه هيك نفس الدرجه بالضبط فاي ثينك رح يطلعوا حلوين مع بعض. هون خلصنا من اول كيس هلا نروح على الكيس اللي بعده. اشتريت من زارا هي الشنطه حسيتها كيوت هيك للمناسبات انا ما عندي شنطه بيضه بس وحده فحبيت هيك يكون عندي اوبشن ثاني يعني هيك شكله للحفلات لون ابيض لانه اللي عندي اياها بيضه هيك للافري داي لكل يوم يعني مو للحفلات فحسيت هي كتير حلوة بتناسب هيك الحفلات واحد دايما بيحتاج شنطة بيضة وسودة انا عندي اسود فقلت لازم اجيب الابيض. اوكي هذا الشيء الوحيد اللي جبته من زارا صراحة ما لقيت ولا شيء
اوكي اللي بعده من مانجو مكان محل اسمه مانجو. اشتريت هاد الشوز الهيلز كعب مثل ما شايفين لونه اورانج. انا الكعوبه اللي عندي اياها كلهم يعني الوان ما في الوان يعني ما عندي الوان كعوبه يعني عندي ممكن واحد بينك وممكن واحد هيك ازرق فاتح فبس عندي لونين فقلت لازم اجيب الاورنج اوكي يعني في كتير هيك بيطلع الاورنج حلو مع كذا كذا لبس اذا مثلا كنت لابسه اسود بس والبس تحته اورنج كتير بيطلع حلو فحبيتهم كتير حلوين حتى حلوين باللبس كتير فيس هذا اللي جبته من مانجو فيس الاحذية اللي عندي الهيلز كلهم يا لون اسود يا بيج يا ابيض يعني هاي الالوان البيسك يعني ما عندي كتير الوان فحابة ابلش اجيب الوان انه بنفسجي اخضر هيك كعوبة حلوة واحد يكسر هيك الالوان مرات anyway وصلنا لكيس ميرا فرجيكم اوتفيت ميرا للعيد انا جبت لها اوتفيتين اوتفيت ادم بالغرفة تبعه وهو حاليا نايم ما مستحيل اقدر ادخل حتى افرجيكم اياه مهم رح افرجيكم اللي عندي هلا حاليا اوتفيت ادم من زمان انا مشتريت له اللبس للطلعه لبرا بس ما لبسه ولا مره فقلت انه ما في داعي اشتري له هلا لانه اوريدي هو عنده للعيد وعنده هيك شيء حلو يعني للعيد سو ميرا اول شيء هذا البادي بعدين بيجي تحته هيك شورت كثير هيك كيوت من هون الكمام فيه حركه وكمان شوز جبت لها هات هيك حسيته ستايل عيد شايفين هيك فيه لميع كريستالات فهاد اول اوتفيت لميرا جبت لها واحد تاني فستان يعني جبت لها بس اوتفيتين يعني ما جبت لها اربعة لكل ايام العيد فيس هاد اول شيء معه هذا الشوز كثير عجبني وطبعا رح اعمل لها هيك تسريحة هون مع فيونكات لون اصفر هيك حيطلع اللوك كثير حلو وكيوت الفستان هاد البولاني جربت لي خليتها تقيسه لونه اورانج حتى بنتي بشتري لها اصفر واورانج والوان ناريه مثلي ما بعرف بس بحبهم ما بعرف ليش اوكي هاد الفستان الثاني كمان كتير كيوت ولونه هيك اورانج فاتح شوفوا كيوت هيك يعني للاطفال كتير حلو عجبتني هي حركة ال طبعا فيها كمان تلبس عليه نفس الشوز بيطلع حلو كمان وشو اشتريت من نفس المحل هيك بيجامة لإلي كتير حسيت هيك قطن يعني القماش تبعها هيك كتير كتير مريح وسموذ وانا بصراحة دايما بحب البس هيك اشياء تكون هيك فضفاضة شوفوا للبيت يعني ما بحب البس شيء هيك ضيق يضب هيك على الجسم ومزعج كثير بالنوم وبالحركه وبكل شيء فبحب دائما هيك اللبس الفضفاض اوكي بلش مخي يخربط ويمكس بين السناب شات واليوتيوب حبايبي بتعرفوا شو خطر لي اول شيء انا بالبيت حاليا بديت جديد تعرفوا شو خطر لي انه انا عندي فستان مو لابسته للعيد يعني مصيته او في صفحة بعطت لي فستان مرة من زمان من تقريبا شهر او هيك شيء فانا تذكرت انه انا هذا الفستان مو لابسته ولا مرة يعني بس قسته وحطيته علقته بملابسي ولا مرة لبسته فقلت ليش ما البس هذا الفستان يعني لاول يوم العيد بما انه انا مو 100% مقتنعة يعني هو الاوتفيت اللي لبسته اللي جبته اليوم حلو طلع وكل شيء يعني 100% حلو على اللبس طلع مع كل شيء مع الاوتفيت مع الحذاء مع الشال مع كل شيء بس حسيت انه بدي فستان يعني هو بحس احلى هيك اول يوم عيد واحد يلبس فستان ما بعرف ليش هيك انه شيء بمخي ف anyway فقررت هذا الفستان يلي قلت لكم عليه اللي مو لابسته البسه بكرة للعيد والاوتفيت اللي جبته اليوم البسه تاني يوم العيد لانه بتعرفوا لازم واحد يبلش باللبسة اللي هيك اوفر اكتر يعني مو الاوفر تعتبر احلى اكتر
فيس بس بين محتارة انه البسه او لا، ما بدي افرجيكم اياه واخذ رايكم لانه يعني هتشوفوا اللوك، بس بدي اخذ رايكم يعني، بس ما بدي افرجيكم نفس الوقت اللوك، فهمتوا؟ انه بدي اخذ رايكم انه هل اوفر البس هيك فستان للعيد ولا عادي؟ يعني هو بيلتبس مثلا ممكن بحفلات، يعني مو حفلة فستان، حفل حفلات يعني، هو بسيط وكلاس، بس ما بعرف ما بحسه للعيد هيك مناسب 100%. I don't know. خلاص خليني أكون إكسترا عادي، معلش. anyway خلاص قررت ألبس فستان أول يوم العيد، وفستان كتير كتير حلو رح يكون. فيس هلا خليني أفرجيكم شو اشتريت اليوم بالرحلة تبعي، بما إنه ما رح ألبس هذا الأوتفيت لبكرة للعيد، فعادي رح أفرجيكم الأشياء اللي اشتريتها اليوم. فيس أنبوكسينج العيد. شو لون الفستان؟ بلش الفضول من هلا. شوفوا رح فرجيكم طرف، اوكي، بس هيك لون قماشة القماشة يعني، ما رح فرجيكم اياه كله، اوكي. ف حفرجيكم الكم بس من هون ولا لا؟ يا لا تخلوني اخرب المفاجأة، بس يلا عادي عادي ما رح يصير شي، صح؟ حروح اجيب، حفرجيكم طرف الفستان فقط، اوكي تمام. رجعت، جاهزين؟ شوفوا طرف الفستان، ready set. اوكي هاد هو طرف الفستان او كم الفستان، اكيد عرفتوا القماشة فضحت حالي، يلا خلاص حاد لا تلحوا. اوكي ما بدي اسمع تعليقات عن الفستان، بس هو كتير حلو صراحة، ويعني اذا شفتوه كله حتنعجبوا كتير فيه، انه فيه حركة كتير حلوة. ويس that's it. هلا هننزل لتحت، لازم انيم ميرا. ميرا لحد الان مو نايمه، صايره عم تتاخر بالنوم وعم تصحى متاخر، بعرف شو القصه يعني، عم تغير شو اسمه البرنامج تبعها، كانت قبل بالساعه 11 وربع، خلاص ميرا غير عالم، رايحه نايمه. الفستان ما راح فرجيكم فستان العيد، اوكي ما تقولوا لي فرجينا، اوكي، لانه مفاجاه كثير حلوه. ننزل لتحت، وين اللي مو نايم؟ وين اللي مو نايم؟ المساغب ليش حاطين صحون هون؟ شو هاد الصحون؟ ماكلت كيك شيرين. وين اللي مو نايم؟ وكيوت والله، مو نايم بس كيوت عادي يعني، يضل كيوت حتى لو مو نايم. نوري شوف، اشوف الشعر، اشوف كيوت، شوف الشعر يا عمري. تخيلوا ميرا لما تكبر هيك شعرها بس على طويل، ونفس اللون ونفس الكيرل ونفس الشيء. هلا انا مو كتير يعني حطيت لها كريم، بس يعني اذا هي بتكبر بتهتم فيه اكثر بيطلع احلى، هيك كيرلي وطويل وهيك لونه. يا ميرا حتحطم قلوب الكثير. شو رايك؟ ها؟ لا ما بترضى؟ ما بيصير؟ عمري الكيوتة. سعدات وحلوين. يلا امشي نروح ننام. We go sleep. Yes. Yes. No, I will sleep. ليش no؟ ليش no sleep؟ أبو شعر ليش no sleep؟ وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة.